إذا السلام عليكم عزيزتي التلميذات، أعزائي التلاميذ. إذا مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. موضوع هذا الدرس يتمحور حول المنهج البنيوي. إذا هو نص نظري للكاتب شكري عزيز الماضي. إذا كما تعرفتم سابقا أن المناهج النقدية الحديثة فهي كثيرة ومتعددة، ولكل منهج مداخله. إذا تعرفتم في آخر حصة عن المنهج الاجتماعي. إذا المنهج الاجتماعي هو منهج حاول أن يربط العملية الإبداعية بالظروف الخارجية المتحكمة في هذا الإنتاج. لكن في هذا الدرس سنحاول رهان وإطلاع جميع المتعلمين على الخطوات المنهجية أو الأسس التي يركز عليها المنهج البنيوي. إذا أول نقطة وهي تأطير النص. من خلال تأطير النص سنحاول أن نضع النص في إطاره التاريخي والثقافي. إذا المنهج الاجتماعي، المنهج البنيوي ظهر خلال عشرينيات القرن الماضي، أي عشرينيات القرن العشرين. إذا نسجل هذه النقطة. إذا المنهج البنيوي ظهر في عشرينيات القرن الماضي. إذا هذا المنهج ظهر نتيجة تضافر مجموعة من العوامل. من بين هذه العوامل أولا المؤاخذات التي خضعت لها المناهج النقدية السابقة. إذا سبق وقلنا أن المنهج الاجتماعي ربط العملية الإبداعية بالظروف الاجتماعية التي أنتجت. أيضا المنهج النفسي ربط العملية الإبداعية بنفسية الشاعر أو الكاتب أو المبدع عموما. لكن هذا المنهج حاول أن يخلص الأدب أو العملية الإبداعية من كل العوامل الخارجية المحيطة به، وركز بالذات على النص ولا شيء غير النص. ثم هناك التطور، أيضا نقطة أخرى، التطور الذي عرفته الدراسات اللغوية. إذا اللغة هي الأخرى خضعت لدراسات طورتها، من ثم ظهر ما يسمى باللسانيات. ضف إلى ذلك عوامل أخرى. ومن بين رواد هذا المنهج نذكر إذا العالم اللغوي فيرديناند دو سوسير، ثم رولان بارت، بالإضافة إلى رومان جاكوبسون. إذا هذه مجموعة من رواد المنهج الغربي، المنهج البنيوي في النقد الغربي. إذا هذا المنهج حاول أن يدرس إذا خصائص المنهج. إذا حاول أن يدرس الأدب من الداخل، إذا دراسة الأدب من الداخل وإقصاء كل العوامل الخارجية. هذه العوامل الخارجية يمكن أن نعتبرها ظروف النص مثلا، أو العامل الاجتماعي أو النفسي إلى آخره. إذا هذه العوامل قد أقصاها المنهج البنيوي وركز في دراسته على دراسة الأدب من الداخل، على اعتبار أن النص بنية مغلقة، وأن الأدب عموما يقوم على اللغة. إذا الظاهرة الأدبية تقوم على اللغة. إذا هذا المنهج اقتبسه ومجموعة من النقاد العرب. إذا النقاد العرب الذين اقتفوا
هذا المنهج. نجد عبد الفتاح كليطو، محمد برادة، بالإضافة إلى الكاتب شكري عزيز الماضي. إذن الآن ما هي العوامل أو كيف احتضن هؤلاء النقاد العرب المنهج البنيوي انطلاقا من عاملين أساسيين؟ إذن العامل الأول هو عامل الترجمة. إذن عامل الترجمة هو أن النقاد العرب حاولوا ترجمة مجموعة من الأعمال التي تتطرق للمنهج البنيوي، ورأوا على أنه هو الأصلح لدراسة الظاهرة الأدبية. والعامل الثاني يمكن أن نلخصه في دراسة أو الدراسة بالجامعات الغربية. إذن الدراسة بالجامعات الغربية جعلت النقاد العرب أو الكتاب العرب يحتكون بنظرائهم الغربيين، فأخذوا هذا المنهج وتشبعوا بمبادئه وأسقطوه على أعمال إبداعية عربية. إذن بعد ذلك ننتقل إلى الملاحظة. إذن أول ما يثيرنا في هذا العنوان هو أنه ورد جملة إنشائية. إذن العنوان جملة إنشائية. إذن هذه الجملة الإنشائية تتضمن أسلوب الاستفهام وأكيد أن هذا العنوان هو عنوان فضفاض يحتاج إلى دراسة مطولة ومسهبة لكي نعرف بالبنيوية كمنهج قائم بذاته. إذن هذه الجملة قلنا تستبطن أسلوبا إنشائيا يتمثل في الاستفهام. انطلاقا من العنوان ضف إلى ذلك مجموعة من المؤشرات الدالة في النص. إذن هذه المؤشرات يمكن أن نستخرجها من النص، وهي مثلا الناقد البنيوي ثم نظام النص بالإضافة إلى مؤشر آخر. مثلا إذا قلنا النص مجموعة من الجمل، إذن النص مجموعة من الجمل. إذن كل هذه المؤشرات تجعلنا نفترض، إذن فرضية النص، إذن نفترض أننا أمام مقالة نقدية. إذن هذه المقالة النقدية ستزودنا أو سنتعرف من خلالها على آليات اشتغال المنهج البنيوي. إذن تطلعنا على خصائص المنهج البنيوي. إذن واضح؟ إذن عملية تأطير النص، إذن افتتحناها بتعريف مختصر للمنهج البنيوي. ثم متى ظهر هذا المنهج؟ العوامل التي أدت إلى ظهوره مع التطرق إلى أسماء ذكر أسماء رواد هذا المنهج بطبيعة الحال في الغرب. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الرواد أو إلى الكتاب الذين استعانوا بهذا المنهج في العملية النقدية. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى العوامل التي أدت إلى ظهور هذا المنهج أو إلى توظيف هذا المنهج في الثقافة العربية. لننتقل بعد ذلك إلى ملاحظة انطلاقا من قراءة العنوان، ثم نستخلص الفرضية. إذا المتبقي الآن من عملية التأطير وهي تحديد الإشكالية. إذا تحديد الإشكالية دائما نص نظري ينبغي أول نقطة تحديد القضية
إذا القضية المحورية التي عالجها أو ناقشها الكاتب أو ضمنها نصه هذا. إذا طرح الإشكالية. إذا أول سؤال في الإشكالية وهي تحديد القضية المحورية. إذا ونعلم جميعا على أن القضية المحورية لابد وأن تتفرع إلى مجموعة من القضايا الجزئية. إذا ما هي عناصر هذه القضية؟ ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد المفاهيم النقدية. إذن ما هي المفاهيم النقدية التي وظفها الكاتب في النص؟ نعم، ثم بعد ذلك ننتقل إلى إذن بالنسبة للقضية والقضايا المحورية تتعلق بمرحلة الفهم. ننتقل بعد ذلك بعد الفهم إذن نجيب عن المفاهيم النقدية التي وظفها الكاتب، ثم الطريقة. إذن ما الطريقة والأساليب التي استعان بها الكاتب؟ إذا استعان بها الكاتب في معالجة الموضوع، وصولا إلى إذن في الطريقة هنا شقين. انتبهوا أعزائي التلاميذ أن هذا السؤال يتضمن شقين وينبغي الوقوف عنده مليا. إذن تحديد الطريقة انطلاقا من المنهج، هل هو استقرائي أم استنباطي؟ إذن تحفظا على لفظة المنهج، إذن هل هو استقراء أم استنباط؟ ثم نظام الفقرات، وصولا إلى الأساليب، الأساليب اللغوية بالإضافة إلى الأساليب الحجاجية التي وظفها الكاتب لكي يقنعنا ويوصل فكرته. إذا بعد الطريقة والأساليب ننتقل إلى مظاهر اتساق النص. إذا ما مظاهر اتساق النص؟ لنطرح سؤالا آخرا وهو إلى أي حد استطاع الناقد أن يزودنا بآليات اشتغال المنهج البنيوي؟ انتبهوا، هناك نقطة أساسية سنحاول من خلال هذا النص أن نوضحها، وهي كيف يمكننا التمييز بين المنهج الاجتماعي والمنهج البنيوي. إذن هما من حيث المنطلقات منهجان مختلفان، لأن كل منهج يوظف آليات. إذا المنهج الاجتماعي يحاول أن يربط العمل الإبداعي بالمحيط الاجتماعي بالظروف التي أنتجته إلى غير ذلك، في حين أن المنهج البنيوي يعتبر النص بنية مغلقة، بمعنى أنه لا شيء غير النص، انطلاقا من جمله، من تراكيبه، من بنيته الإيقاعية، من التراكيب إلى آخره. إذن هذه العناصر سيحاول أن يجيبنا عنها الناقد أو الكاتب شكري عزيز الماضي. الآن ننتقل إلى مرحلة الفهم. إذن فهم النص. إذا في مرحلة الفهم أول نقطة ينبغي قراءة النص والوقوف عنده بشكل مفصل. إذا قراءة النص، المفروض أن جميع التلاميذ قد طلعوا على النص وقرأوه من أجل تدليل الصعوبات اللغوية، ثم استخراج وتحديد القضية التي عالجها الكاتب في هذا النص. انتبهوا، إذا حاولنا أن نربط العنوان ما هي البنيوية بالموضوع العام للنص، إذا أكيد وانطلاقا كذلك مما ذكرنا من بعض المؤشرات الحاضرة، إذا أكيد أن الكاتب سيسعفنا في هذا النص من أجل التعرف على خصائص المنهج البنيوي. إذا انطلاقا من قراءة النص التي نفترض جدلا أنكم طلعتم عليه، يمكن القول على أن القضية المحورية تدور حول الخصائص. إذا قضية النص، الخصائص والأسس
التي ينبني عليها المنهج البنيوي. إذن القضية هي القضية العامة المطروحة في النص. بعد ذلك سنعرج على القضايا، إذن هذه القضية لابد وأن تنبثق عنها مجموعة من القضايا الجزئية أو القضايا الفرعية، وذلك انطلاقا من مجموعة من الجزئيات التي استحضرها الكاتب في هذا النص، أكيد من أجل توضيح أكثر ومن أجل تأكيد وجهة نظره. إذن أول قضية فرعية يمكن القول وهي ضرورة التركيز على الجوهر الداخلي للنص. إذن ضرورة التركيز على الجوهر الداخلي للنص. إذن لماذا التركيز على الجوهر الداخلي للنص؟ لأن البنيوية لا تعترف بكل ما هو خارج النص. إذن جوهر النص، قيمة النص تكمن في داخله، انطلاقا كيف قلت سابقا من الأساليب، من الجمل، من العبارات، من التراكيب الواردة فيه. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد القضية الثانية، وهي الكشف أو محاولة الكشف عن البنية العميقة للنص. إذا البنية العميقة للنص انطلاقا من الحديث عن المنهج أو البناء المنهجي المنظم والمحكم في النص. إذا كل نص تم بناؤه بطريقة محكمة، هناك ترابط بين جماله، ترابط بين كلماته، هناك انسجام، هناك اتساق بين المكونات، إلا ويمكن أن نعتبر ذلك بنية عميقة للنص. بعد ذلك استطرد الكاتب في الانتقال إلى أو إلى القول أن القضية الجزئية الثالثة يمكن اعتبار أن كل نص أدبي، إذا اعتبار النص الأدبي هو مجموعة، إذا كما قال الكاتب، إذا هو مجموعة من الرموز وهو كيان مستقل. إذن حين نسمع مثل هذه العبارات، بنية عميقة للنص، ثم الجوهر الداخلي للنص، ضف إلى ذلك أن الأدب أو النص الأدبي هو مجموعة من الرموز وهو كيان مستقل، إذن قد نعقد مقارنة يعني خفية بين هذا المنهج والمناهج السالفة أو السابقة. إذن هنا استبعاد كما قلت سابقا كل مؤشرات، كل عوامل، كل مشوشات التي من شأنها أن تربك العملية الإبداعية. إذن ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية أخرى، وهي التركيز على المستويات اللغوية التركيبية وكذا الأسلوبية. إذن المنهج البنيوي لا يعترف إلا باللغة، إذن لا شيء جوهري وأساسي في النص باستثناء اللغة وطريقة توظيف هذه اللغة. أيضا قضية أخرى وهي أن الأثر أو بنية الأثر الأدبي، بنية الأثر الأدبي يجب أن تستبعد أو تكمن في تخليص النص من البعدين النفسي والاجتماعي. إذن كيف ذلك؟ إذن أن الأثر الأدبي أو أن العمل أو النتاج الأدبي أن قيمته وكينونته لا يمكن أن تتحقق إلا بتخليص هذا النص من كل، كما قلت سابقا، من كل المشوشات والمؤثرات الخارجية، سواء تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي أو بالجانب النفسي. القضية الجزئية الأخيرة التي أثارتني وهي التي فتحت باب التساؤل من جديد، وهو ضرورة إبقاء الصلة بين القارئ وبين النص.
إذا وهذا ما يدفعنا إذا بين قوسين إلى الحديث عن نظرية أخرى يمكن أن نقول أنها جاءت نتيجة اجتهادات البنيويين وهي جمالية التلقي. إذا كما سبقت الإشارة على أن الدراسات السابقة لم تهتم ولم تولي اهتماما للمتلقي، إذا المناهج كلها راهنت على الكاتب إما بربطه بالمحيط أو ربطه بمشاعره وأحاسيسه وعواطفه، لكن المتلقي أو القارئ بقي مستبعدا. لكن هنا كانت الإشارة في نهاية النص إلى أن الكاتب أو أن القارئ عفوا كما قال رولان بارت، القارئ هو الكاتب الحقيقي للنص. إذن آخر قضية وهي القارئ هو الكاتب الحقيقي للنص. إذن بهذا نكون قد حددنا القضية المحورية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تحديد وجرد القضايا الفرعية التي استنبطناها من هذه القضية العامة أو القضية الكلية في النص. أنبهكم وأذكركم هو أن طريقة تحليل مقالة أو نص نظري ينبغي أن نستبعد العناوين. إذا هذه العناوين مثلا تأطير النص أو كعنوان تحديد طرح الإشكالية أو تحديد إشكالية، ثم العنوان الموالي فهم النص. إذا كل هذه العوارض أو كل هذه العناوين ينبغي أن تستبعد وأن يكتب الموضوع على شكل إنشاء أدبي متكامل. واضح؟ إذا المفروض الآن هو أننا نقوم، يعني كل واحد يشتغل بالنسبة لأعزائي التلاميذ الذين تشاهدون هذا الدرس، أن تقوموا بإعادة تركيب هذه العناصر في انتظار حصة أخرى بإذن الله. والسلام عليكم.